بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم حتكلم على مبرمجة البي 13 وطريقة البرمجة تبعها والتعريفات بالكامل. معي ايفون 8 بلس، كان في مشكلة في الذاكرة، اتوقع يمكن كان خطأ 9. المهم رفعنا الذاكرة وركبنا ذاكرة ثانية والجهاز اشتغل معانا، لكن واقف على التنشيط. اذا نجي على الجهاز بعد توصيله على الكمبيوتر، نعمل انجليش. تمام، مثل ما احنا شايفين الجهاز enable to active. لو نجي على ال 3 tools، تمام، حنشوف الايمي تبعه اللي هو 2830، ايمي الجهاز 2830. ذاكرة الجهاز اللي راكبة 64 اللي ركبتها انا. الان كل اللي احتاج اني انا اسوي ارفع الذاكرة واحطها في المبرمجة واشتغل عليها واستخرج البيانات. يعني الان انا افصل بس على السريع، ارفع الذاكرة واستخرج بياناتها. تمام، الآن أي الذاكرة جاهزة معي، وأجيب أنا البوكس. هنا النقطة المهمة اللي لازم نتكلم فيها، خلينا نجي على برنامج الجي سي. تمام، هنوصل البوكس المفروض يطلع معاي في الكم كم 13، لازم يطلع معي انا كم 13.
للآن ما ظهر معي TCIDP13 is ready. تمام، خليني أفصل أرجع أشبك. لو نجي على جهاز الكمبيوتر ونختار مانج ديفايس مانجر، تمام، شايفين الجي سي اي دي بي 13 لسه ما صار في عليها تعريف، لسه ما اشتغلت مزبوط. ابديت سيرش ما في، لسه للان الدرايفر ما هو متعرف، للان ما هو ظاهر عندي انا بي 13. ارجع افصل، ارجع اركب، ما زال غير متعرف عندي، غير معرف. تمام، اجي انا على انستول درايفر، خلينا اصغر الكاميرا شوي. هاي عند انستول درايفر، اختار انا البرو 1000 بي 8 بي 9 بي 10 بي 11 بي 7 اس وبي 13، اعمل عليها داونلود وانتظر ينزل الدرايفر. شايفين نزل معنا، هذا هو البي 13. في حال حتى بعد عملية التعريف ما طلع معي، ارجع اضغط انا على انستول درايفر واختار ال 64، هذا عشان ينزل لي الفيجوال بيزك او الفيجوال اس اس او الدبل اس او المهم في هذا فايل لازم ينزل معنا اللي هو هذا هو فيجوال اس اس فيجوال مايكرو سوفت فيجوال اس فيجوال سي. انا محتاج انزله لانه خلاص تعرف معي، لكن في حال ما تعرف معنا حنعمل هالخطوة هاي. الان انا اعمل كونكت، شبك معي، تمام، اجي على الذاكرة اركبها، تمام، كويري كود، انا اختار كويري كود، تمام، حيعطيني مدة من دقيقتين لثلاث، من خمسة لعشرة، من عشرة لعشرين. أنا حختار فاست مود اللي هي من اثنين لثلاث، هو ممكن يأخذ معنا وقت أطول، لكن حختار نعمل كونفيرم وننتظر تظهر البيانات. تمام، هذا هو السيريال نمبر والواي فاي والبلوتوث والإيماك. الآن أنا أروح أفتح ملف وورد، أجي أخذ الواي فاي في الأول، خلي واي فاي، بعدين أنزل أخذ البلوتوث، تمام، حط البلوتوث. طبعا الواي فاي ما نسخ كامل، حنرجع ننسخه. تمام، واي فاي، بلوتوث، اي ماك، ناخذ الاي ماك، ناخذ الاي ماك، تمام، فاضل عندي انا السيريال نمبر. تمام، اجي اعمل انا كويري، اوكي، اجي على الواي فاي اخذه نسخ واحط الواي فاي في مكانه. فاست 3C 3D 3E 3C 3D 3E.
طبعا الايمي ما ظهر معي، وهي هاي المشكلة. نعمل احنا رايت تشيك انفو، تمام. هذا الايمي كويري انفو، تمام. 3C16، اوكي. بالنسبة للايمي حنطلع الايمي من الموقع، تمام. لو كان الجهاز اكس اس او اكس ار وما فوق، من البداية احتفظ انا من الايمي عشان ما نرجع نركب الذاكرة ونرجع نشيلها ونرجع نحطها. هذا 8 بلس يقبل بيربل مود، حول الجهاز بيربل مود ونكتب السيريال نمبر. لكن الافضل الجهاز اول ما نشبكه على الكمبيوتر ناخذ الايمي بعدين نشتغل. الان احنا انتهينا من البرمجة، نفك ونطلع الذاكرة. نرجع للمايكروسكوب، مثل ما احنا شايفين في المبرمجة خلاص قرأت معنا دي سي اي دي ديفايس، دي سي اي دي ديفايس. انا احتاج بس افتح المخطط، تمام. بس ادخل الحساب، نروح على ايفون 8 بلس انتل، اتجاهه صح يسار فوق، تمام. هنركب،
انتظر الجهاز يفتح. تمام، على 3 تولز هناخد الايمي نسخ، بعدين نروح على الموقع ونعمل كرنت اريا كلوز، نسوي تسجيل دخول، اوكي نعمل ايمي تشيك، نعمل لصق، نختار 0.9، نعمل تشيك، هذا هو ايفون 8 بلس. هناخد احنا السيريال نمبر ونحط السيريال نمبر. تمام، هذا هو السيريال نمبر الان. لو انه ماخذين السيريال نمبر، لو انه الجهاز اكس اس او اكس ار وما فوق، هنضطر مره ثانيه نرجع نرفع الذاكره ونرجع نحطها في المبرمجه ونكتب البيانات ونرجع نبرمجها، بس لانه جهاز 8 بلس فالموضوع اسهل على البيربول مود. تمام، هنضغط رفع الصوت، تخفض الصوت وباور. يطفى 1 2 3 4 5، نرفع الباور ونخلي خفض الصوت. الجهاز لازم يدخل دي اف يو مود. الجهاز دي اف يو مود. تمام، حنحوله بيربل مود. السيريال نمبر هذا اللي معنا هنعمله نسخ، نسخ ونعمله لصق الآن، بس يتحول بيربل مود.
تمام. اول مره كان عامل لي مشكله في ال، هناخد السيريال نمبر سريع نحطه في مكانه ونعمل رايت. تمام الان انتهى. كان عامل لي مشكله في البطاريه، نعمل كويري انفو. تمام كله تمام. هنعمل تسجيل خروج. كان عامل لي مشكلة البطارية، فشغلنا على الباور سبلاي لكن ما هو راضي يدخل معنا دي اف يو مود عن طريق الاي باور. الاي ريبير في مدخل يركب يعني دبوس جاية معه، هذا يدخل لي الجهاز دي اف يو مود. مجرد ما اني انا لمست خلاص دخل الجهاز دي اف يو مود، وحولناه بيربل مود وكتبنا السيريال نمبر. الان الجهاز فتح على النورمال مود، يفتح. تمام انتظر بس الجهاز يفتح. تمام اروح على سمارت فلاش واختار كويك واعمل فلاش. شوف السيريال نمبر سي ال كيو، مثل ما احنا شايفين سي ال كيو سيريال نمبر اللي كتبناه سي ال كيو. الواي فاي 3 سي 3 دي 3 اي. لو نجي لازم يفتح. ثري سي ثري اي ثري دي. تمام هذا الجهاز فتح. هعمل اكتف انا، نشوف الجهاز حيتاكتف. طلب معنا الايميل. فاذا كده هنعمل بس اوكي تول اكسسبيلتي، ونفعل البصمة ونجي
على الجهاز. هذا الجهاز طلب معنا ايميل وفتح بالكامل. تكلمنا، شفنا مع بعض، تكلمنا في مبرمجة الجي سي بي 13 وبرمجتها واستخراج بيانات، وكتبنا وفعلنا الجهاز. الموضوع ينطبق من طبعا الجهاز رست لانه الاس دبليو اي ومركب انا على الباور سبلاي، لكن بس نركب الجهاز في مكانه صح هيشتغل معنا سليم. شفنا مع بعض ايفون 8 بلس مشكلة ذاكرة وحليناها عن طريق مبرمجة الجي سي بي 13، وتكلمنا عن الجي سي بي 13 وطريقة عملها. للتذكير اثناء العمل في البداية خذ الايمي، عشان اذا ما ظهر معنا الايمي ما نحتاج نرفع ونركب الذاكرة اكثر من مرة. انا اخوكم وسيم، تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.